السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما نادى بالحوار، الحوار ما كانش مجرد يعني دعوة إلى أن احنا نتناقش في الفراغ، ولكن بدأ يحدد مؤسسات هي اللي تنظم هذا الحوار ومؤسسات مسؤولة عن إدارته. جايين النهاردة مخصوص علشان وجها لوجه نسمع حضراتكم، نشوف رأيكم إيه، رأيكم إيه في الجوانب الاقتصادية، السياسية، الجوانب التعليمية باعتبارنا، الجوانب الشبابية. إحنا عايزين نعرف رأيكم ونوصل رأيكم دوت للجميع. هدف الحوار هو السؤال والإجابة. سؤالي لمعالي النائب ومعالي مدير الإدارة نشر ثقافة استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح. في طبعا احنا عارفين ان احنا بنستلم التابلت والاجهزه التكنولوجيه عشان نستخدمها في دراستنا، بس في مشكله احنا لازم نركز عليها وهي حياه الشباب بدون هدف. احنا عارفين ان احنا طبعا يعني الهدف الانسان او تحقيق انجاز محتاج هدف، محتاج قوه، وطبعا الهدف بيبقى قبل القوه. هو عنده قوه وعنده استعداد وعنده حماس، بس محتاج ترتيب، محتاج افكار انه يبدا منها. فاحنا محتاجين ان احنا نكثف مبادرات.